مفيش حاجة أبدا اسمها قبطي ومسلم، والرياضة عمرها ما فرقت ولا في تمييز. عشان في بعض الأصوات اللي بيطلع بيتكلم بيقول بالعكس، وإحنا كمان يمكن القيادة السياسية وكلنا مهتمين وبندي توجيه لو سبب أي حد بيعمل تمييز إحنا ما بنسكتش. فأنا بهني فولو بتير وبأكد بالمناسبة إحنا وطن واحد، نسيج واحد، مفيش حاجة اسمها قبطي ومسلم، إحنا مصريين. مبروك فولو بتير.